بداية نقول إن واشنطن مكبلة الأيدي في الواقع فيما يتعلق بهذا الملف. يعني هي صحيح تبدو أنها تبذل جهودا وتقوم بإرسال المبعوث هوكشتين إلى لبنان وإلى إسرائيل وتواصل هنا وهناك، لكن هذا في نهاية المطاف كله في الواقع لا يجدي نفعا. في هذه المرحلة تحديدا التي تعيشها الإدارة الأمريكية، إدارة أمامها وقت قصير جدا لانتهاء فترة حكمها للولايات المتحدة، ليس بيدها الكثير تقدمه، حتى كل هؤلاء الدبلوماسيين الذين نشاهدهم سيتغيروا بعد قليل. يعني أعني هنا مع بداية شهر يناير القادم عندما يتسلم الرئيس الجديد أو الرئيسة الجديدة البيت الأبيض، كل هؤلاء سيختفوا من الساحة ويظهر أشخاص آخرون. ربما مع استمرار السياسة التي نشاهدها الآن لجو بايدن في شكل كمالا هاريس، أو بظهور سياسة جديدة للرئيس السابق المرشح الحالي للجمهوريين دونالد ترامب، وهذا لن يكون سواء يعني استمرار الديمقراطيين أو قدوم الجمهوريين، لن يكون أي منهما في مصلحة لا القضية الفلسطينية ولا الاشتباكات في شمال إسرائيل جنوب لبنان. يعني أننا سنكون أمام إما دعم كامل من الولايات المتحدة لإسرائيل عسكريا كما نشاهده اليوم، أو دعم لا متناهي بكل الطرق سنشاهده مع إدارة جو دونالد ترامب إذا ما فاز بالانتخابات، لأن كل من كمال هاريس ودونالد ترامب يتنافسان فيما بينهما في أيهما أكثر قدرة على تقديم الدعم اللازم ما دمنا لإسرائيل. نتحدث عن الدعم أستاذ إيهاب، بعد الترحيب بك ثانية، سياسيا أكدت واشنطن في جلسة الأمن التي خصصت لبحث التطورات في لبنان دعمها لإسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها عسكريا، التحرك أيضا يعني موازي لما تصرح به أمريكا سياسيا. كيف تقرأ يعني ما يحدث من أقوال وأفعال؟ هل هذا هو ديدن الغرب في إدارة الأمور؟ هي تدير الأزمة، واشنطن تدير الأزمة، لا تقوم بحلها، يعني تقول عدد قليل وترسل أكثر من 6000 جندي إلى المنطقة، ترسل حاملة طائرات جديدة، كيف تفسر هذا الدعم الأمريكي؟ نعم، أجدد التحية لحضرتك. شكرا. ونقول يعني كما حضرتك ذكرتي من جلسة مجلس الأمن قبل يومين، حتى مندوب الولايات المتحدة قال برغم أن إسرائيل يعني هي التي قامت بضرب حزب الله الثلاثاء والأربعاء في عمليتي البيجر المتتاليتين، وبعد ذلك اغتيالات وقصف لأماكن كثيرة في الجنوب وفي الضاحية ومقتل عدد كبير من الأشخاص آنذاك، إلا كان المندوب الأمريكي يقول أنه على حزب الله أن يوقف هجماته على إسرائيل. فكان موقفا مضحكا جدا في الواقع، يعني كما لو أن واشنطن ترتدي نظارة لا تشاهد من خلالها إلا حزب الله. وأنا لا أقول هنا أنني أدعم حزب الله، بالعكس أنا ضد حزب الله تماما، لكن أنه يكون للإدارة الأمريكية موقف معلن أنها تحاول أن تمسك العصا من المنتصف وتكون متوازنة وتلعب دور الوسيط، وفي المقابل كما ذكرت حضرتك يعني تقوم بتصرفات أخرى تماما معاكسة لما تبديه، هذا هو أو هذه هي السياسة الحلزونية بعينها التي عودنا عليها الديمقراطيون. بمعنى أنه اليوم لو كنا أمام إدارة جمهورية فهي ستتحدث الحقيقة، ستقول نحن ندعم إسرائيل وسنقوم بضرب حزب الله وسنساعد إسرائيل في القضاء على حزب الله، ولن تبدي أي نوع من أنواع التعاطف وستتصرف بشكل براغماتي بحت. هذه البراغماتية البحتة أو المصلحة البحتة تقدر، بمعنى يعني المثل يقول لحضرتك عدو صادق ولا صديق منافق، وهذا أفضل. يعني اليوم الإدارة الديمقراطية تبدو منافقة تماما، أما الإدارة الجمهورية هتقول لك بكرهك خلاص وضحت الأمور، عرفنا أنك بتكرهني وحتصرف على هذا الأساس. لكن الإدارة الجمهورية الديمقراطية تتصرف كما نشاهد، تصريحات للاستهلاك الإعلامي، محاولة إظهار صورة إنسانية لإدارة جو بايدن وأعضائها، وفي المقابل تقدم كل الدعم لإسرائيل عسكريا وكل الأغطية السياسية الممكنة.